السلام عليكم ورحمة الله. من تلفزيون مملكة البحرين مشاهدين الكرام، نقدم لكم برنامج صحافتكم الذي يستعرض لكم أهم ما جاء في طيات الصحف المحلية لهذا اليوم الاثنين الموافق للرابع من شهر مارس لعام 2019. البداية ستكون مع صحيفة الوطن والتي أبرزت على صفحتها الأولى لهذا اليوم: رئيس الوزراء سرعة إتمام 4 مشاريع صحية وتنموية موجهة للمواطنين، ناصر بن حمد إقرار الشورى للاحتراف الرياضي خطوة تاريخية، تدشين مزايا 2 وسط إقبال كثيف منذ الساعات الأولى. ومن على سطر صحيفة أخبار الخليج نطالع: وزير الداخلية أمام مجلس وزراء الداخلية العرب، الإعلان عن حدود إيران الفارسية يشكل انتهاكا لسيادة دول الجوار، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد على أهمية التمسك بالوسطية التي دعا إليها القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى صحيفة الأيام والتي عنونت: وزير النفط بدء عمليات المسح للقواطع البحرية. وأخيرا مع صحيفة البلاد والتي عنونت: بنفت 960 ألف معاملة عبر فوري. أهلا بكم من جديد. نقرأ من صحيفة الوطن أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أكد على أن إقرار مجلس الشورى لقانون الاحتراف الرياضي في مملكة البحرين يعتبر خطوة متقدمة وتاريخية في مسيرة الرياضة البحرينية، وسيمنحها مساحة واسعة في سبيل الارتقاء بمنظومتها وجعلها تسير في الطريق الصحيح نحو تطوير مسيرتها الإدارية والفنية. إلى ذلك، لفتت صحيفة الوطن أن وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة توقع البدء بالإنتاج التجريبي لأول بئر نفطي تم استكشافه العام الماضي خلال شهر أبريل بشكل رسمي. لفتت صحيفة الوطن أن وزارة الإسكان شرعت في استقبال طلبات المتقدمين لمشروع مزايا 2، حيث شهد اليوم الأول إقبالا شديدا مما دعا الموظفين إلى قفل باب التقديم في تمام الساعة 1 ظهرا على أن يستأنف العمل اليوم الاثنين. إلى صحيفة أخبار الخليج ونطالع منها أن الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أكد خلال افتتاح ندوة الوسطية في الخطاب الديني على أن الخطاب الديني الرشيد والرصين من أهم مقومات الأمة ونهضتها، مبينا أهمية التمسك بالوسطية التي دعا إليها القرآن الكريم. برعاية الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة المدير العام للثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، نشرت صحيفة أخبار الخليج أن جمعية البحرين للفن المعاصر أقامت ورشة عن تشكيل الطين، وذلك بهدف نشر الوعي الثقافي والفني لدى جيل الشباب من أصحاب المواهب الفنية. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن الدكتور محمد بن دينا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس شؤون الجمارك افتتحا مكتب الرقابة والتفتيش البيئي التابع للمجلس الأعلى للبيئة في منطقة الشحن الجوي بمطار البحرين الدولي، والذي يهدف إلى تخليص معاملات الموردين بشكل مباشر وأسرع.
نشرت صحيفة البلاد مقالا بعنوان البرنامج الوطني للتوظيف للكاتب عبد علي الغسرة. إن البرنامج الوطني للتوظيف خطة وطنية طموحة من أجل القضاء على البطالة، ويجب أن يستفيد منه أبناء البحرين كونهم الثروة الحقيقية للبحرين وعمادها السياسي والاقتصادي، وأن يتم توظيفهم توظيفا نوعيا وتأهيلهم من أجل تعزيز مبدأ المواطنة في العمل والتوظيف، وهي رؤية تتوافق مع توجه ورؤية القيادة السياسية في أن البحريني أداة التنمية الوطنية والمستفيد الحقيقي منها. إن تحسين مستوى الحياة لأبناء البحرين يتطلب توفير البيئة الخصبة للعطاء والإبداع والابتكار، فأبناء البحرين يمتلكون الطموح في العمل والقدرة على تطوير الأداء في كل المجالات. مسؤولية القطاع الخاص كبيرة في توفير أفضل الوظائف للبحرينيين، ولديه الكثير من الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين. ومن خلال إعادة هيكلة التوظيف لدى القطاع الخاص والقطاع العام، من الممكن توفير فرص عمل لائقة لأبناء البحرين. نشرت صحيفة البلاد أن شركة ألومنيوم البحرين ألبا أعلنت أن مشروعها الحيوي خط الصهر السادس شهد تسليم أكثر من 100 خلية صهر إضافية، لتخطو بذلك خطوة جديدة لأن تكون أكبر مصهر للألومنيوم في العالم. وفي الشأن التعليمي، نطالع من صحيفة البلاد أن هيئة التعليم والتدريب عقدت الامتحانات الوطنية لطلبة الصف الثالث الثانوي لمشاركة أكثر من 10,000 طالب وطالبة في جميع المدارس الحكومية وسبع مدارس خاصة. نتحول إلى صحيفة الأيام التي لفتت أن هيئة الكهرباء والماء بدأت في تطبيق التعرفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء والماء مع بداية شهر مارس الحالي على القطاعات الصناعية والتجارية وعلى سكن الأجانب باستثناء القطاع المنزلي للمواطن البحريني لحساب واحد فقط، فهي لن تتغير. كتب طارق مطر مقالا في صحيفة الأيام بعنوان الشباب محور التنمية والاستثمار. لا يمكن أن تنهض الشعوب وتتطور من دون التركيز على تفعيل دور الشباب والاهتمام بهم على كل الأصعدة وتهيئة السبل والإمكانات أمامهم من أجل تحفيزهم للمساهمة في بناء الأوطان. فالقطاع الرياضي أصبح الآن المكان الخصب للاستثمار النوعي والمتعدد الجوانب والأوجه، ويمكن الاستعانة بالشباب الرياضي من أبطال الذهب للترويج للمشاريع التي سيتم تنفيذها في القريب العاجل. فلنجعل الشباب من ضمن أولوياتنا وخيارنا الأول في كل شيء حتى تنجح خططنا ومشاريعنا المستقبلية، فإننا لعلى يقين بأن ما تحقق من نجاحات وإنجازات نابع من مدى الإيمان والثقة التي تليها قيادتنا في شبابنا المفعم بحب الوطن ويبذل كل ما يستطيع من أجل رفع راية الوطن في المحافل الدولية. إليكم مشاهدينا هذا الخبر من الصفحة الأخيرة لصحيفة الأيام، حيث وصل الدكتور خالد السويدي المدير التنفيذي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إلى مكة المكرمة في الأول من شهر مارس لعام 2019 بعد رحلة دامت 29 يوما، وذلك ضمن مبادرة جري أبو ظبي مكة المكرمة حاملا شعار المحبة والسلام، مؤكدا متانة الروابط الأخوية بين شعبي الإمارات والسعودية. وإلى فن الكاريكاتير.
وبفن الكاريكاتير نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. أدام الله الخير على البحرين وعلى أهلها الطيبين، وإلى اللقاء.